مساء الخير، مساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، والنهارده حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة الويك اند. النهارده مع حضراتكم من 10 لواحدة، إن شاء الله تستمتعوا بكل فقراتنا. والنهارده طبعا معانا مفاجأة يمكن أعلنا عنها من شوية، بس هنقول لكم عليها بالتفصيل أكيد بعد ما أرحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. أهلا بيك يا سهام، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. دايما كنا بنقول، ودايما كنت أنا بقول، إن النادي الأهلي في حتة تانية، النادي الأهلي في حتة تانية، على مستوى الإدارة، على مستوى المسؤولين، على مستوى اللاعبين، على مستوى الجماهير كمان. النادي الأهلي يمكن كلنا كنا بنتكلم خلال الأسابيع اللي فاتت، حملة التشويش وحملة مغرضة بشكل كبير جدا على النادي الأهلي بشكل عام، لكن دايما كنت بقول وبأكد ان النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي دايما بيبص لقدام، دايما النادي الأهلي بيقفل على نفسه بشكل كويس جدا، ودايما نادي البطولات والكيان متعودين ده على النادي الأهلي. وتأكيدا لكلامي دوت، مش بس المسؤولين في النادي الأهلي، الإداريين، الجماهير، لا، كمان واحد من اللاعبين اللي يمكن أثيرت حواليه ضجة كبيرة جدا خلال الأيام اللي فاتت، كهربا، بيأكد الكلام اللي احنا بنقوله، بنأكد ان النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي دائما وأبدا رغم كل الصعوبات، رغم كل المشاكل المثارة حواليه، لكن بيثبت يوم بعد يوم انه النادي الأهلي في حتة تانية، وده من خلال فيديو ام بي كهربا. تعالوا نشوف الفيديو ده كهربا قال ايه، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب اعتذر لزمايلي واخواتي والفريق كله، واعتذر للشناوي اخويا الكبير والجهاز الفني من اصغر واحد لاكبر واحد، وانا متقبل العقوبه. انا ابن من ابناء النادي وتحت امرهم في اي وقت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الفريق باذن الله الماتش الجاي، وان شاء الله كده باذن الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وافريقيا باذن الله. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا باذن الله، نفرح بها الجمهور كله باذن الله. انا واحد من الجمهور، ان شاء الله باذن الله نقدر نفرح. طبعا اللي حصل ده، وده اولا كلام مهم جدا، ان انت تعتذر، بس مش بس في الغرف المغلقه او من اللي بدر منك مع زميل ليك. انت النهارده في الفيديو ده بتثبت ان انت صحيح اخطات. احنا امبارح اكدنا على الكلام ده، قلنا كابتن كهربا اخطا، كابتن كهربا تعرض لدفع غرامه واعتذر، ودي حاجة أفتكر إن هي من شيم الكبار، دي حاجة ما تقللش من بني آدم لما يغلط يعتذر، دي من شيم الناس الكبيرة، إن أنت لما تغلط تقول أنا غلطت. فده اللي احنا تعودنا عليه، وده اللي احنا يمكن بنأكده كل يوم، إنه مبادئ النادي الأهلي في الآخر هي اللي بتسود، ودي رسالة للكل. زي ما أنت قلت كابتن هاني، إنه الأهلي في حتة تانية ومعروف، ومش أي كلمة رايحة وأي كلمة جاية ممكن تأثر عليه، إحنا كبار قوي. والحقيقة برضو عايزة أوجه كلامي للجمهور يا كابتن هاني، الناس اللي ساعات أنت كمان أكيد بتلاقي دفت يعني في تعليقات كتير قوي، يقول لك إيه، اطلعوا ردوا على فلان الفلاني، اطلعوا ما بتتكلموش ليه. إحنا مش هنرد على كل صغيرة، إحنا بنرد على الكبير بس، بنرد على اللي زينا بس، اللي في حتتنا بس، واحنا الحمد لله رقم واحد، مش اي حد بنرد عليه، ومش اي حاجة رايحة حاجة جاية. النهاردة ديانج وصل، النهاردة بكرة ديانج بيشارك في المباراة المهمة مع صحيح مع وادي دجلة. فالنهاردة احنا بنرد بالافعال، فدي حاجة مهمة جدا، حاجة كبيرة جدا من نجم زي كهربا. فاكر لما كان معانا وقال أنا اتغيرت على المستوى الشخصي لما جيت الأهلي تاني، اتغير لما رجعت الأهلي، لما دخل النادي الأهلي. خلينا نتكلم، هو ابن من أبناء النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي أعتقد من الشيء الإيجابي جدا إنه كمان يعلن إن كان في مشكلة. كمان زمان كان بيقول لك النادي الأهلي في مشاكل وبتدارى، خلاص الموضوع ما بقاش فيه حتة انه يدار، لا، فيه صراحة واضحة جدا جدا. وانا بعتبر ان النقطة الإيجابية الاولى ان النادي الأهلي اعلن في مشكلة، لا، عندنا مشكلة، المشكلة ديت كذا كذا، في عقاب، العقاب كبير،
على قدر قيمة النادي الأهلي. صحيح. لأن النادي الأهلي قيمة كبيرة وبالتالي لازم العقوبة تكون كبيرة. كمان على مستوى اللاعبين زي ما قلت، يعني النادي الأهلي في حتة تانية أن اللاعب بنفسه بيعتذر دلوقتي مرتين على مستوى الغرف المغلقة، أنه اجتمع مع كابتن سيد واعتذر قدام الفريق الملايين. كله، وكمان رسالة قدام الملايين أنه كهربا بيعتذر. أنا في اعتقادي دي كمان خطوة جيدة جدا جدا لكهربا، خطوة ما اعتقدش كهربا عملها قبل كده في أي حتة تانية، أنه كان فيه أخطاء، وكلنا عارفين أن كهربا اللعيبة المميزة جدا كان ساعات بيخرج عن الصف شوية، عن الإطار المسموح شوية، لكن أعتقد أن اعتذار كهربا علنيا وفي الغرف المغلقة وخاصة بعد الفيديو ده، أعتقد فعلا إحنا مصدقينك كهربا أن أنت فعلا اتغيرت، وأن أنت عارف قيمة المكان اللي أنت موجود فيه. كهربا اتغير عن كتير جدا، عن أماكن كان موجود فيها كان بيغلط بشكل مباشر وكانت الأمور بتمر مرار الكرام. لا، هو عارف كويس قوي ما فيش حاجة بتمر في النادي الأهلي مرار الكرام، أنت بتحترم جدا، اللاعب النادي الأهلي عارف قيمته كويس قوي، وبالتالي لما بتغلط لازم تاخد العقاب. وكمان زي ما أنت قلت يا سهام، أنه شيء جيد جدا أن تعتذر، اعتذارك دوت اكيد مقبول من اداره النادي الاهلي، اكيد مقبول من اخواتك اللي موجودين داخل الفريق، وان شاء الله باذن الله ده اللي احنا عايزينه، ان هو نركز في الكوره، نركز في المستطيل الاخضر، نركز في البطوله ان شاء الله، بطوله الدوري، والاهم ان شاء الله البطوله الافريقيه. صحيح. وبرضو عايزين نقول ونكرر تاني ان ده بيحصل، انت يا ما حكيت لي ويا ما ضيوفنا حكوا لنا عن ايه اللي كان بيحصل، اكيد بيبقى فيه مشاحنات، اكيد بيبقى فيه ضغوط من نوع معين، يعني بيبقى فيه حاجات كتيره جدا. فاحنا مع السوشيال ميديا عودتنا او علمت الناس، بعض الناس، ان هي ايه، ما تصبرش على حد، ما بنصبرش على حد، ما بنصبرش لحد اما الحقيقه الكامله تظهر. فده يمكن يعني واحده من الدروس المستفاده، وان شاء الله ما يحصلش حاجه تانية. ودي حاجه بقى يعني طبعًا. وبعدين هو دفع غرامه كبيره على فكره، ده ما بيحصلش في اي مكان تاني برضو، ان انت اولا ان انت تيجي امبارح بعد التمرين الرئيسي اللي كان صباحي، وبعدين ترجع تاني علشان تعتذر، وبعدين تدفع قيمة مالية كبيرة مش قليلة نظرا لارتكابك الخطأ ده، اللي دار ايا كان يعني، فده حاجة برضو ما بتحصلش. ان يحصل وان يكون ملتزم هل قد كهربا، دي برضو حاجة يعني ان شاء الله ما تتكررش تاني يا كهربا. دي مبادئ النادي الاهلي، وزي ما بقول الاهم من كده، بس عشان نقفل كده، ده النادي الاهلي اولا بيحافظ على اولاده كويس جدا، من المنطلق ده كمان احساس اللعيب نفسه انه اخطا ده شيء مهم جدا، واحساسه انه يطلع ويعمل الفيديو ده ويعتذر مره واتنين، ده علشان دخل في ترس النادي الاهلي، في زي ما بنقول دايما النادي الاهلي ليه اطار محدد واطار غير يعني، مع احترامي لكل الأندية، لكن الأهلي في حتة تانية، وده اللي أثبته النهاردة كهربا من خلال الفيديو. خلينا كمان بقى نقفل الملف دوت إن شاء الله، ما تحصلش تاني. لا مش ما تتكررش تاني، يعني هو وارد الخلافات ديت، لكن أنا بقول خلينا دايما نقفل خلاص الموضوع. صح. بالنسبة لنا اتقفل، ملف اتقفل، كهربا قبلت عقاب، اعتذر، الملف اتقفل. نبص بقى إن شاء الله للأهم، رغم إن الناس بتتكلم وأصل كهربا عمل مع كابتن سيد كذا، كهربا عمل كل الكلام دوت، بيحاول برضو تاني يخرجك بره الإطار، إن النادي الأهلي مش هيخرج بره الإطار، إدارة النادي الأهلي عارفة بتعمل إيه، لعيبة النادي الأهلي عارفة تعمل إيه، مركزين كويس قوي، ومحدش هيخرجنا عن تركيزنا، مركزين، عندنا بطولة الدوري، عندنا البطولة الأفريقية، فإن شاء الله بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي ولعبته. وتاني بقول نادي الأهلي دايما في حتة تانية.